يعني في الحقيقة زيادة دي جت استجابة لما تم طرحه من القوى السياسية في الحوار الوطني، عشان كده يهمنا نعرف آراء يعني رؤساء الأحزاب تحديدا. نروح للمستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي. صباح الخير يا سيادة المستشار. صباح النور لحضرتك ولكل فريق العمل والسادة المشاهدين. عاوزين نعرف حزب الشعب الديمقراطي تابع ازاي الزياده الاستثنائيه اللي وجه بيها السيد الرئيس لمحدودي الدخل. بنتكلم هنا على زياده بتبدا من 100 ل 300 جنيه على حسب الاسر اللي موجوده على البطاقه، سواء كانت اسره او اثنين او ثلاثه. طبعا عودنا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما انه سباق من اجل دعم المواطن المصري محدود الدخل. نعم. الذي يحتاج إلى المساعدة بشكل دائم، وفخامة الرئيس دائما بيضع في أولوياته وأولويات عمله الاهتمام بهؤلاء الذين يحتاجون إلى الدعم منهم، بخلاف أصحاب المهن الحرة القادرين على بذل مجهودات أكبر والتحرك بأكثر قدر من الحرية. نعم. لأجل إن هم يحصلوا على دخل أكبر أو يستخدموا أساليب عمل أكثر وعندهم قدرة على الاحتمال بشكل أكبر. أما القطاع الذي يعتمد على بطاقات التموين وليس لديه من القدرات ما يستطيع من خلاله مواجهة الظروف التي تواجهها كل دول العالم حاليا، فده محتاج دايما الرعاية، محتاج الاهتمام والمتابعة المستمرة. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرب المثل بأنه مستيقظ دائما، يبدأ عمله في الخامسة صباحا كما نعلم. صحيح. يتابع بدقة كل الأمور، ينزل بنفسه في مواقع الإنتاج، فمثل هذه الشخصية لا يمكن أبدا أن يغيب عنها هذه الفئة التي تحتاج دعمه. صحيح. ودائما يعني كما اعتدنا دائما يعني ينحاز السيد الرئيس للمواطن وتحديدا المواطن الاكثر احتياجا، لكن احنا مش بس بنتكلم سياده المستشار على دعم في بطاقات التموين، لان في كمان دعم بيقدر ب 900 الف اسره هيبدا صرفه من النهارده، فده برضو شايفه ازاي وازاي هيساند المواطن في هذه الازمه؟ ده بيتكامل مع وجهه النظر اللي انا بدات في ايضاحها. نعم. ولا ينفصل عن ما يعني ما قلته في البدايه. هذه حزمه من الدعم، حزمه متكامله يحتاجها المواطن، وقد ذهبت الى المكان السليم بالفعل. المجتمع المصري بيئن فعلا من الارتفاع الرهيب في الاسعار اللي مش في مصر فقط، في كل دول العالم. ويا ريت تنظر الى دول، مش هنقول دول مجاوره، لا هنقول دول من العالم الاول. صحيح. رفعت نسبه الكهرباء مثلا والطاقه 80%، انجلترا فواتير الكهرباء 80% زياده. ألمانيا اتجهت للفحم. في دول سقطت، دول أعلنت إفلاسها، في دول بتعاني من حروب أهلية، يعني ما عندهاش فرصة لدعم أي مواطن إطلاقا، ومش دول بعيدة، دول جنبينا، مش هذكر أسماء عشان يعني مشاعر هذه الدول. ولكن أنا بقول الحمد لله الذي جعل الرئيس يتخذ هذا القرار الصائب في وقته اللي فعلا الناس محتاجاه، وبرغم ما تعانيه الدولة من الأنواء اللي حواليها والظروف المتغيرة وارتفاع الأسعار المهلك نتيجة حرب، يعني احنا عارفين كويس جدا أبعادها وأهدافها ايه، إلا أن مصر قوية وصامدة ولم تتخلى. ويمكن ده سيادة المستشار اللي بيأكدوا أهمية التخطيط الجيد، لأن من قبل كان في تنقيح لبطاقات التموين وتحديث لبطاقات التموين، كل ده لضمان إن الدعم يوصل لمستحقيه، يوصل فعلا للمواطن الأكثر احتياجا. سيادة المستشار خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، بنشكر حضرتك فندم على وجودك معانا في صباح الخير يا مصر.